اذا التوتال هارمونيك ديستورشن بيساوي في اي سيجنال اي 2 نبدا من 2 ار ان اس تربيع زائد اي 3 ار ان اس تربيع اي ان ار ان اس تربيع اي 1 هلا هون عملت شيء ثاني لاحظوا قارن هلا هون بالديستورشن باور فاكتور او ديستورشن فاكتور هون اخذت اي 1 ار ام اس على اي للسيجنال كلها هون اخذت كاني ماخذ على فكره اي اللي بتمثل كل الهارمونكس مزبوط كانه في اي ايكوفالنت للهارمونكس وقسمتها على اي 1 لاحظوا اي 1 هون هون اي 1 هون تحت طيب لو ربعت التي اتش دي شو بتعطيني مثل. لو ربعت الـ THD راح تصير تساوي I2 RMS تربيع زائد I3 RMS تربيع على I1 RMS تربيع نضرب في T نضرب في R أسعار شو بتعطيني؟ مضبوط؟ هاي لو ربعتها اوكي هاي طريقة سهلة للفهم. طبعا هون لاحظ مربع تي اتش دي مربع تي اف بيساوي تي فهذا هون كانه عمال بقول لي قديش كمية طبعا احنا بدنا التوتال هارمونيك ديستورشن يكون اقرب ما يمكن لايش؟ وبدنا هذا يكون اقرب ما يمكن لقديش؟ لواحد احنا بنتمنى في عالم مثالي يكون هذا قريب لواحد انه معظم الباور تكون موجودة في الفاندمنتال وما يكونش فيه هارمونيكس ونتمنى هون انه هارمونكس تكون زيرو فيكون كل الباور موجوده في دي واحد وفيش بي في الهارمونكس لكن هذا مش صحيح هلا فيش فاكتور ما في فاكتور هو حاصل ضرب هدول التنين ما عمريش انا شفت بالليترشر لو ضربت هدول التنين شو بلغوا مع بعض؟ بلغي هذا 1 مع هذا فبتصير عباره عن الباور الموجوده او جذر الباور الموجوده بالهارمونكس على الباور اللي بالسيجنال كلها اللي فيها الهارمونكس والفيرست بس ما فيش شيء ما في شيء بالليترشر موجود زي هيك هذا هو التعريف الصحيح للتنين التوتال هارمونيك ديستورشن طبعا هاي كان ممكن تكون فولتج كان ممكن تكون فولتج ما بياثر اي شيء فلو كانت فولتج تي اتش دي لفولتج بيساوي في 2 ار ام اس تربيع زائد في 3 ار ام اس تربيع على في ار ام اس ولو ربعت وقسمت على ار بعطيني نفس الشيء الباور الموجوده بهاي السيجنال كان ممكن تكون هذه فولتج وهاي اذا بدك تسميها اي مثلا هون فهي التوتال هارمونيك ديستورشن هي كل الهارمونيكس كاني عمالي بقول الباور او جذر الباور